ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي عمر بن هلابي. مساء الخير. إذا حسن الجابري يتراجع عن دعوات التجنيد في وادي حضرموت، في أي سياق نفهم هذا التراجع؟ في الواقع هذا أنا أعتبره انتصار كبير للصوت الوسط الحضرمي، الصوت الوطني الذي يتبع الهبة الحضرمية الحقيقية بقيادة الشيخ المختطف في معتقلات البحسنة، وهو الشيخ صالح بن حريز المري الذي حقيقة صامد حتى الآن في ذلك المعتقل. هذا انتصار لهم ولموقفهم الذين رفضوا رفضا قاطعا أي ملشنة تحت أي بند من البنود ما لم تكن تحت قيادة الشرعية والدولة المدنية التي يؤمن بها أبناء حضرموت قاطبة، لتكون فعلا لخدمة الوطن وليس لخدمة أجندات خارجية أو ميليشيات انقلابية في عدن أو صنعاء. وهذا ما كان يسعى إليه الانتقالي. هذا الضغط الشعبي وهذا الموقف الثابت لأبناء حضرموت دفع بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف العسكري في حضرموت، في وادي حضرموت، لاستدعاء حسن الجابري إلى مقر التحالف والتوجيه له بإيقاف هذه المهزلة وإيقاف هذا التجنيد وأقلاق المعسكر. وبالفعل المعسكر أقلق وأوقف التجنيد، وإن شاء الله ستصمد هذه الهبة وهذه المواقف الحضرمية حتى تنفيذ كامل المطالب التي خرج أبناء حضرموت من أجل انتزاعها، وهي حقوق مستحقة لهم. نعم، إذا كان هذا التراجع الذي تم في حضرموت بضغط من التحالف أو بتوجيه من التحالف، هل هذا يعني أن التجنيد في المحافظات الأخرى خارج مؤسسة الدولة يتم تحت رضا التحالف؟ حقيقة هناك تقاطع للمصالح. لم يعد خافيا أن الإمارات تدعم الانتقالي، والانتقالي هو ميليشيات انقلابية بمعناها الصحيح، وهي ميليشيات خارجة عن إطار الدولة والشرعية، تملشن في عدن وتملشن في لحج وفي أماكن كثيرة، وبدأت تنقل الصراع إلى حضرموت وتنقل الملشنة، وبالتأكيد بدعم إماراتي وجزء من التحالف. ربما هناك نوع من الهدوء أو نوع من التفاهم أو التفهم بين الشرعية في الرياض والتحالف ككل، ولكن مواقف أبناء حضرموت وضعت الكل أمام مسؤولياتهم الفعلية، فبدأ التراجع وأرغموا أو يعني ضغطوا على الإمارات وعلى الميليشيات الانتقالية بإيقاف هذا التجنيد وهذه الملشنة خارج نطاق الدولة في 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 محافظة حضرموت حتى الآن. ونعتقد أن هذا موقف يعني هو في الأساس الضغط للشعب الحضرمي هو الذي دفع لهذا الموقف وليس شيء غيره. طيب بالنسبة للهبة الحضرمية، لا يزال الشيخ صالح بن حريز معتقل حتى هذه اللحظة، ما هي خيارات الهبة الحضرمية التصعيدية الآن؟ هناك بيان، هناك لقاء كان يوم الخميس الماضي في حضرموت، كان هناك لقاء وكان هناك اتصال، كلف نائبا للأخ صالح بن حريز المري لقيادة الهبة وتوجيهها، وهناك تصعيد سيستمر هذا التصعيد حتى بداية وعلى رأس هذه المطالب إطلاق المعتقلين أو المختطفين في سجون البحسني دون قيد أو شرط، والسماح لهم بممارسة حقهم المشروع في الاعتصام أو التظاهر حتى يحصل أبناء حضرموت على مطالبهم كاملة. نعم، إلى الآن ليس هناك أخبار عن متى سيتم الإفراج عن الشيخ صالح بن حريز. حقيقة حتى الآن ليس هناك يعني بوادر، لأن البحسني رجل يعني حقيقة للأسف برضا أو بتوافق مع الشرعية ومع التحالف، امتلك يعني أدوات الدكتاتورية كلها، فهو الحاكم العسكري وهو الحاكم المدني وهو القائد المخابراتي وهو المتنفذ الوحيد الذي يسيطر على كل مقاليد السلطة، وهذا فساد بحد ذاته. عندما تضع السلطة في يد واحدة أين توزيع السلطات؟ لا قضاء يعمل بدون أمره، ولا إدارة تعمل بدون أمره، ولا جيش يعمل دون توجيه منه، ولا أمن، ولا أي شيء. فهذه هي الطامة الكبرى، أن جميع الصلاحيات للمحافظة سلمت لفرد سلمي البحسني، وهذا مخالف للدستور اليمني ومخالف للقانون. ونحن كأبناء حضرموت نتساءل ونسأل الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي كيف به أن يسلم إدارة كاملة لأكبر محافظات اليمن ليد واحدة في كل تتولى إدارة كل السلطات. نعم البحسني، نعم البحسني الآن مستدعى من قبل الحكومة إلى عدن، إلى أي شيء يشير هذا الاستدعاء؟ هل هناك مثلا
إجراء سيتخذ ضد المحافظ أم ماذا؟ في حقيقة الأمر يا أخي العزيز، الهبة الحضرمية وصمود وثبات الأخ الشيخ صالح بن حريز المري على مطالب أبناء حضرموت ساقط الأقنعة كثيرة، ساقط الأقنعة في كل الاتجاهات، سواء في الشرعية أو في الرئاسة أو في رئاسة الحكومة أو في الإدارة المحلية. وبدأت هذه الاستدعاءات والبيانات التي تروج عبر النت وعبر التواصل الاجتماعي والإعلام أنها نوع من السذاجة. نعم. معين عبد الملك عليه أن يوقف أولاً البحثني، وعبد ربه منصور هادي كرئيس للدولة عليه أولاً أن يسحب بعض صلاحيات هذا المحافظ ويحيله التحقيق إذا لم يكن فعلاً يريد أن ينفذ مطالب حضرموت، وهي إقالة هذا المحافظ وتولية من يختارونه أبناء حضرموت. ولكن حتى الآن لا نرى، البحثني رفض الوصول الذهاب إلى عدن رفضا قاطعا، لا يستطيع أن يحاسبه لأنه يملك كل أدوات القوة داخل المحافظ. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي عمر بن هلابي، كنت معنا عبر الهاتف.